في موضوع آخر، تعززت المنطقة الصناعية أوتوموتيف سيتي لطنجة بافتتاح مصنع جديد للمعدات الأصلية للسيارات، حيث أنشأت الشركة التركية بشكل رسمي ثاني وحدة إنتاجية لها في المنصة الصناعية لطنجة المتوسط. المصنع تم بناؤه على قطعة أرضية تصل مساحتها إلى أزيد من 38 ألف متر مربع باستثمار تزيد قيمته عن 340 مليون درهم، ويرتقب أن يحدث أكثر من 1150 منصب شغل. اليوم هذا المصنع ذات جودة عالية وتكنولوجيا عالية اندوستري 4.0 اللي كيشغل 725 منصب شغل، وعنده أفاق باش يوصل في إطار سنتين 1150 منصب شغل مباشر. فهو مصنع تركي اللي دار ثقة في بلادنا وفي المغرب، وكيزود مصنع غنو في إطار إدماج سلسلة صناعة السيارات. إن شاء الله في إطار سنتين مقبلتين غيولي كيصدر في أوروبا.